انت يا بيه قوم فوق هنا وكلمني. قوم فوق كلمني. في ايه؟ في 50 جنيه ناقصه من شنطتي. طب ايه يا بنت 50 جنيه اللي بتتكلمي فيها؟ انت هبله. لا يا راجل، وهو مين اللي كان عامل خناقه امبارح عشان ياخد الفلوس؟ يعني انا لو عايز اسرق منك 50 جنيه هطلبهم منك الاول؟ هو في حرامي بيستاذن؟ ما تستعبطش، مفيش في البيت هنا غير انا وانت ومريم، ومريم العيله دي هتاخد الفلوس تعمل بيها ايه؟ انت اللي خدت ال 50 جنيه عشان تشرب بيهم زفت انت واصحابك. الله يخرب بيت الافلام العربي اللي بتشوفيها على اليوتيوب اللي حسيت لك دماغك دي. 50 جنيه دي هنبيها ايه؟ دي ما تجيبش حاجه، دي ما تجيبش ربع زفت. طب والله العظيم يا يحيى لو ما جبت ال 50 جنيه اكون قايله لتيتا. لا قول لتيتا. يعني انت قد كلامك؟ اه قد. اقول لتيتا؟ قولي لتيتا. طيب لو راجل بقى تخليك على كلامك. لا راجل وقولي لتيتا، اصل عارفاني بنسى عشان بشرب زفت كتير. اجيب زفت ب 50 جنيه. كارت الشحن ب 50 جنيه ما بيكفيش اليوم. ده الزفت. رب ارحمنا وتوب علينا من بيت ده يا رب. يا رب. وحشني قوي على فكره. وانتي كمان. ميرسي قوي على سؤالي. حبيبتي تسلمي. بصي بقى يا شموزه. انا فكرت لك فكره مشروع هايله. هتقدري تخبي فيها كل فلوس انكل نول الله يرحمه من غير ما تتصدري انت في الوش، وجبت لك كل التفاصيل الخاصه بالمشروع، وعملت لك كمان درس الجدوى، وممكن قوي حسن جوزي يمسك لك المشروع، انت عارفه هو شاطر قد ايه وبيحبك. هو في ايه يا امي؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مشروع ايه اللي اخبي فيه فلوسي؟ انا مش ممكن اعمل حاجه زي كده، ده غلط. غلط ايه يا شمس؟ ده مشروع عادي يعني، وبعدين ده ارباحه مضمونه 100%. طيب انا ممكن اكلم حسن يجي هو يقعد معاكي ويفهمك كل حاجه. ها قلتي ايه؟ والله ما انا عارفه اقول لك ايه. هاي يا جيجي. الحمد لله احسن. ما تقوليهاش اني هنا. على فكره ايمي عندي هنا. اه بقالها ساعه. عايزه تكلميها؟ اوكي ثانيه واحده. اتفضلي. يا جيجي. ايه يا حبيبتي؟ لا لا خالص انا لسه جايه. لا يا جيجي دي زياره عاديه. يا جيجي يعني شمس وحشتني، هو انا كان لازم كل حاجه اعملها يعني اقول لك عليها؟ طيب يا جيجي حاضر. طيب يا جيجي حاضر. باي. شكلك بتخافي من جيجي. لا خالص دي جيجي دي حبيبتي. هاي يا شمس قلتي ايه في المشروع؟ بتهيألي أسأل جيجي. حاضر حاضر. ايه ده يا مريم يا بنتي انتوا فين؟ انا افتكرت مفيش حد هنا. معلش كنا نايمين، اصل انا ما رحتش المدرسه النهارده. ليه اجازه مدارس؟ اجازه، اجازه عيد الفاضيين. هو انت يا طنط جايه ليه؟ ايوه بحق فكرتيني جايبه لك طبق كشري يستاهل بقك. شكرا يا طنط. جدتك موصياني عليه. شكرا يا طنط. الله يخليك. انتوا عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. عم ربيع عامل ايه؟ كويس. ايه ده؟ البيت مكركب كده ليه؟ لا مش مكده، بيتلم في ثانيه. لا 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 انا اخش اروق. ما سلمى النهارده كانت بتقول يعني انها هتدخل تروق. لا لا سلمى ايه وانتي هتعرفوا برضو انا طوقهولك في دقيقتين كده ونخلص. ما تتعبيش نفسك يا طنط والله. شكرا. مش هينفع يا بنتي البيت يبقى كده وانتوا مالكوش فيه. ما فيش يا طنط، في ثانيه هيتلم. شكرا يا طنط. امال انتوا فين؟ فين بقيتكم؟ ما هم نايمين جوه. نايمين؟ دي مش حصه نوم يعني. عشان المدارس يعني والجامعات وكده اهو. سلمي لي على عم ربيع يا طنط. شكرا. من حق، بيقول لك لو عوزتي اي حاجه في المذاكره هو موجود. لا تشكري قوي، انا حافظه كل الدروس صم، هو اهم حاجه بس يبقى مرتاح. الله يخليك. يا بنتي عامل لك الدنيا كده وعلى طول. لا والله ما تتعبي نفسك. شكرا يا طنط. انا هبلغ ستي ان انت جيتي. ماشي يلا. سلمي لي على ايه وكريم. لو عوزتوا اي حاجه اي حاجه. ايوه. خبطي عليا على طول. اكيد اكيد طبعا يا طنط. شكرا. يا لهوي.
المتحف اللي انت جينا فيه ده شكلها غنية قوي. على فكرة انا خايف تكون فاكر ان احنا طمعانين فيها ولا حاجة. يا هشام يا ابني، احنا جايين نعمل الواجب وبس، مش مهم هي تفهم ايه، بس المهم انها لازم تعرف ان ليها قرايب، وقت ما تحتاج اي حاجة هتلاقيها واقفة جنبها. انت تفتكر بقى هي هتحتاج حاجة وهي في وسط الهلومة دي كلها؟ انت جاي تقر على قرايبي ولا ايه؟ ما تلم نفسك شوية بس، خلي اليوم ده يعدي. ايه في ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنتي. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. الباقيه في حياتك يا بنتي؟ حياتك الباقيه. اهلا وسهلا. اتفضلوا استريحوا. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. هو والحقيقة أنا ما تشرفتش بحضرتكم. أنا حسين، حسين فايق البكري. البكري؟ عيلة ماما؟ حضرتك من عيلة ماما؟ أيوه. أنا أخو مامتك، أنا خالك. خالي؟ أيوه. أعرف حاجة غريبة جدا إنك تقابلينا بعد السنين دي كلها، لكن يعني ما كانش بإيدي وما كانش قصدي، هو بس حصل خلاف بيني وبين والدك الله يرحمه، وبعدين قررت يعني إن أنا أبعد عن العيلة خالص عشان خاطر أختي. يعني معلش بعد اذن حضرتك، انا ايه اللي يثبت لي ان كلامك مظبوط؟ حضرتك احنا مش جايين محتاجين منك حاجه، احنا جايين نقضي الواجب ونمشي. ومين حضرتك؟ ده هشام ابني، ودي مراتي صفية. انا مش عارف حضرتك ما مصعبه المسائل كده ليه؟ الموضوع بسيط خالص يا بنتي. يعني حضرتك حط نفسك في مكاني، ناس بشوفهم اول مره، المفروض انه خالي. ابن خالي. مرات خالي. يا بنتي ما تكبريش الموضوع، زي ما قالك هشام ابني احنا جايين مش محتاجين منك حاجه، وهو الشيء اللي كان مفرق بينكم راح خلاص. قصدي يعني انك بنت اخته الوحيده والخال والد برضو. عشان تتاكدي دي بطاقتي الشخصية. ودي صورة من شهادة الميلاد بتاعتي، ودي شهادة الميلاد بتاعت والدتك الله يرحمها. والله انا مش مستوعبة حاجة خالص. انا انتوا بتقولوا عليا قليلة الذوق دلوقتي، بس ارجوكوا يعني انتوا شايفين الموقف عامل ازاي. احنا بنتي مقدرين كل اللي انت فيه، لكن لازم تعرفي حاجة واحدة بس، ان بيت خالك مفتوح لك في اي وقت يا بنتي. واللي فات مات، الورق معاك اهو يا بنتي، طمني براحتك واحنا نمشي بقى. مع السلامة يا بنتي.
شرفتوني حضرتك، متشكرة قوي. مع السلامة يا حبيبتي، لازم نشوفك تاني. ها أكيد. فرصة. أنا أسعد، متشكرة. كويس قوي انك خرجتي من اوضتك. كانت فتره صعبه وقاسيه قوي. انت اللي كنتي قاسيه على نفسك. ما كنتش حاسه، كنت حاسه ان مش عايزه اشوف حد ومش طايقه اسمع صوت، عايزه افضل في الاوضه ما اطلعش منها خالص، لو طلعت منها هتحصل حاجه. الحمد لله. ميرسي ليك يا فريده. انا عارفه كلنا لما بنفقد حد عزيز علينا بنكتئب. انا حاسه انتي بتمر بيه، بس عايزاكي انتي تحكي لي. انا مش عارفه اعيش ازاي، مش حاسه لحياتي معنى، متلخبطه قوي، ما عنديش طاقه لاي حاجه، افكار كتير بتيجي في دماغي، بس مش عايزة أعمل حاجة، ماليش نفس في حاجة، مش عايزة حاجة، حالة المبالاة. شيء طبيعي لما بنكتئب بنفقد طاقتنا ويبقى عندنا حالة المبالاة. قولي لي أخبار نومك إيه؟ لا الحمد لله أحسن كتير. فريدة، هنا المفروض يعني هتصرف إزاي مع نفسي الفترة دي؟ ما تقعديش لوحدك كتير، حاولي تنزلي الشغل، وبعدين الفيلا دي كبيرة عليكي، ما تحاولي تستضيفي حد يقعد معاكي شوية. مين يعني هيقعد معايا؟ الحمد لله. اسكتي، مش انا طلع عندي قرايب؟ ما كنتيش تعرفي؟ تصوري، ولا عمر بقى جبت سيرتهم. طلع عندي خيل ومرات خيل وابن خيل. متأكدة انهم قرايبك؟ ايوه طبعا متأكدة، انا شفت الاوراق. بصراحة ما كنتش مصدقة. بس تعرفي شيء ايجابي انهم ظهروا دلوقتي، احتمال كبير يعوضوا لك جزء من الامان اللي فقدتيه بعد انكل نور. لا لا لا، هم قرايبي بس انا ما اعرفهمش خالص. لا لا، عارفه يا فريده، عارفه مين اللي بحس معاه بالامان ببقى مستريحه قوي؟ اهم حد في حياتي دلوقتي. مين؟ صباح. صبوحه دي طول ما هي معايا ببقى مطمنه. بالمناسبه ايه اخبار افكارك عنها؟ لا خفت خالص تقريبا، مش موجودة الحمد لله. طب ما احنا فيه، ما تقولي لصباح تقعد معاكي. يا ريت، بس مستحيل هترضى. انت عارفة هي احفادها دول مهمين قوي عندها، هي اللي مسؤولة عنهم. يا ستي اسألي. ممكن. وده كامبا، احجز لي البارس. انا بقول لك اهو، عشان انتوا هتتقطعوا نفر نفر، فرد فرد، ان شاء الله بعون الله. صباح الفل يا عم جودي، مساء الخير. تاكل رز؟ والله لا، رمضان قافل. لا بص يا زميلي، انا استحضرني دلوقتي شعر جميل قوي بيقول لك ايه. رز بلبن يا جميل، بحبك كتير يا اللي احلى من الفطير. اه والله، وبحبك كتير. بقول لك يا زميلي، انا شكلي مش حاجه. اه لا، حوار طرق كده. يلا مع السلامه. لك القمر، انا هحاربك على القفاك. القمر خدنا القمر يا عيني على لا تن يا حبيبي. القمر خدنا القمر يا عيني يا قمر، بأمر الحب تتتتت.
افتح قلبك. ده انا اللي هفتح دماغك بعون الله. والله العظيم ده انا هفضلك وهروقك يوم. ده انا والله العظيم ما انا سايبك. انا حاجي بتظبط مع الواد كريم ابن الجيران على التليفون. ايه ده؟ فاضل 45 جنيه رصيد؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ فاضل 45 جنيه رصيد؟ واعرف ايه ولا في ايه؟ جبتي الرصيد ده كله منين يا مريم؟ ما هو انا بشحن مره ورا مره ورا مره، وبعدين انا بشحن كل شهر 25 جنيه فتجمعوا بقى رصيد فيه يا سلمى. ولما هو رصيد قديم ليه متصله برقم اعاده الشحن النهارده الصبح؟ انا؟ ايوه انتي؟ وريني؟ انتي؟ ده انت طلعت مصيبه، يعني انت اللي سرقتي ال 50 جنيه وشايلتها لي انا. بتغفلين يا بت؟ العيب يا عليك، ما انت كمان بتشرب سجاير وبتخبي العيب ورا الغساله. يا اسكتي اسكتي ما تستفزيهوش. لا 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 خليها تستفزني. يحيى خلاص، هي عيلة السجاير ورا الغساله، يبقى دي مش هترجع مكانها. بس يا يحيى شطار ده انا هلبها عشان خاطري يا يحيى. عشان خاطرك هلبها مرتين. يا يحيى دي اختك الصغيره. ده عشان الصغيره هلبها ثلاث مرات. يا يحيى يا يحيى والله الجزمه طلع. يحيى والله ما هيرجع. بس ده يا بت يحيى 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 انت كبير يا يحيى. ده برضه اللي اتفقنا عليه يا سلمى. يا جدع يا جدع بس بقى اسكت بقى. اسكت وسعي. بقول لك هو اللي بيضربها يا تيتا. تيتا على وشك. يا بنت طب والله ما انا سايق. حاضر حاضر يا يحيى. يا بنت امشي من قدامي. خد والله العظيم. بس خد كلمتين. في ايه يا يحيى؟ البنت الصغيره دي انت مش عارفه عملت ايه والله يا حاجه. مهما كان ما عملت، لما ابقى اموت ابقى اربيها بمعرفتك. بعد الشر عليك يا حاجة. حاضر مش عاملها حاجة خلاص. حاضر أنا جاية الصبح. وشكرا شكرا يا عائل يا كبير. خدي سلمى معاكي. والله العظيم ما داعي. أيوه ماشي يا تيتا. حاضر حاضر هتضربني هيضربني. يا بنتي خش المطبخ خش المطبخ خش المطبخ. حاضر هتسخبها مع الحلل. حاضر يا تيتا. والله العظيم ما داعي. محمد تعالى على الجنينة. تشرب يا حبيبتي النعناع ده يروقك. شكرا. اقعدي يا صباح. غريبة قوي موضوع خالي ده، ازاي بقى خب عليا السنين دي كلها؟ انتي كنتي تعرفي؟ ايوه كنت اعرف، بس ما كنتش اقدر اقولك لان نور بيه كان عاوز كده. طب ايه سبب الخلاف اللي خلاهم ما يكلموش بعض السنين دي كلها؟ لا دي معرفهاش، بس كنت بسمع من المرحومة مامتك ان في بينهم مشاكل. الله يرحمها. يا حبيبتي ما تفكريش كتير، كل عيلة ليها اسرارها ومشاكلها، والحمد لله انهم جم عزوكي وعرفتي انك لسه ليكي ظهر. خلاص انا بعد بابا ما بقاش ليا ظهر. لا يا شمس ما تقوليش كده يا بنتي، احنا كلنا حواليكي ومعاكي. ولو اني عايزه اقولك ان انا من بكره ان شاء الله حبات في البيت، عشان كده انا طولت قوي. انت بتقولي ايه؟ لا لا يا صباح ما ينفعش، انا ما ينفعش ابات لوحدي. بتخافي يا حبيبتي تباتي لوحدك؟ مش مساله انا بخاف، أنا محتاجة حد جنبي، محتاجة ونس. وأيوة بصراحة أنا شوية مش حاسة بأمان. أرجوكي أرجوكي خليكي معايا. إن كان عليا أنا
من عينيا الاثنين افضل جنبك، بس العيال اعمل فيهم ايه؟ يا ستي محلوله، البيت واسع، الولاد يجوا يعيشوا معانا هنا. ايه ده؟ ده انت قررتي بقى؟ بصراحه اه. ها قلتي ايه؟ مش عارفه. بلاش يا شمس، دي عيال اشقيه ما ينطقوش ساعه زمن على بعضها. كل الاهالي بتقول على اولادها كده. لا لا لا، دول مش زي ولاد الناس الطبيعيين، دول عفاريت. بصي بقى، انا خلاص قررت، ممكن تروحي تقولي لهم وبكره تيجوا هنا عشان خاطري. خاطرك على راسي من فوق. خلاص هتكلم معاهم واشوف رايهم ايه، بس برضو عايزاكي تفكري مره واتنين وتلاته، دي خطوه مش هينه. انا مش فاهمه انتي مصعباها كده ليه، البيت كبير وواسع، كل واحد هيبقى في اوضه وفي حاله. خلينا نجرب. خلاص هتكلم معاهم واقول لهم، بس برضو بقولك فكري تاني، فكري كويس. انا فكرت خلاص. طيب اشربي النعناع وانا هتكلم معاهم. انا بحبك قوي، وانا روحي فيك يا بنتي. خير يا جماعه؟ احنا سامعين صوت خناق وصوت عياط مريم، في حاجه لا قدر الله؟ لا مفيش حاجه يا عمو، ده يحيى ومريم بس بيهرجوا مع بعض. بيهرجوا مع بعض؟ حد يهرج مع اخته بالحذاء؟ اه انا بحب اهرج بالحذاء، اصل التهريج تقيل. لا 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 لا، ده صراخ ضرب مش صراخ هزار. يا سلام يا طنط، ما قالت لي خلاص يا طنط، قالت لك بنهرج، في انت بتكبري الموضوع ليه يا حاجه؟ لا لو كانوا بيهرجوا يبقى موضوع تاني يا بدريه، دول مهما كان اخوات برضه. انما لو كنت بتضربها يا سيحيى. لا ونبيله محمد، تيجي تقعد عندي مش هتقعد هنا ولا ثانيه. اه وبالمره ذكر لها. لا يا عمو، ده احنا كنا يعني بنهرج وكده. اهو قالت لك بنهرج وكده. طيب لو احتجتوا حاجه ما تتكسفوش، اتفضلي يا بدريه، اتفضلي، عايزك في موضوع. ربنا يخليك يا عمو، شكرا. العفو يا حبيبتي، نورتوا. تشكر يا ابني، اتفضلي يا بدريه. يلا كمل تهريج احنا بقى، والله العظيم يا حبيبي. حرام عليكم. الو، ازيك يا شمس؟ احسن النهارده؟ الحمد لله يا مات، احسن كتير الحقيقه. انا مش عارفه اشكرك ازاي، انت مش عارفه كنت هعمل ايه لو ما كنتش انت واقف جنبي. متشكره قوي قوي. انا قلت اطمن عليكي واشوفك اذا كنت عايزه حاجه. اكيد طبعا، لو في حاجه هبقى اكلمك. طب ماما عايزه تعزيكي. الباقي في حياتك يا شمس. حياتك الباقي يا حضرتك. معلش يا بنتي، والله كنت عاوزه اجيلك بس انا تعبانه شويه. سلامتك، اشكرك على المكالمه. زي ما عماد ابني قالك، لو عاوزتي اي حاجه احنا اهلك. ولا ايه؟ اكيد. طيب يا حبيبتي، مع السلامه. مبسوط يا حبيبي؟ واجب برضه يا ماما. سبتيني ليه يا بابا؟ سبتيني ليه؟ سبتيني ليه؟ Thank you.
دلوقتي يا تيتا انت بتشتغلي هناك في الفيلا، احنا بقى نروح معاكي بصفاتنا ايه؟ مش قادره افهم بصراحه. انا مش قادره اسيب شمس تعيش لوحدها، وكمان مش قادره اسيبكم لوحدكم، نتلم كلنا مع بعض. فكروا براحتكم وقولوا لي. مريم، حكايه امبارح يا مريم. لا مفيش حاجه يا تيتا، كان موضوع كده اي كلام، وهي عرفت غلطها ومش هتكررها تاني، صح مريومه؟ لو النبي بقى انا عايزاك تقول عشان اقول لتيتا على الغساله. ها غساله؟ غساله ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. سيبك انت من الموضوع ده دلوقتي، المهم احنا هنروح الفيلا ديت على امتى؟ دلوقتي لو حبيته. يا تيتا ما تضغطيش عليا يا تيتا، انا عندي مواعيد بس عشان خاطرك هلغيها. احنا لو علينا مش عايزين نروح، بس احنا ممكن نروح عشانك. ازاي نسيب الدوشه الجميله اللي احنا عايشين فيها دي ونروح هناك نسمع زقزقة عصافير؟ فيري ديسكاستيف. فيري ديسكاستيف الصراحه. هاو ار يو؟ اي ام ثانك يو. اهو انتوا يا لطاف انتوا الاثنين، الحكايه مش لعبه، الحكايه مش فيلا واسعه ومخدات بريش نعام، انتوا فاهمين غلط. ده نظام وادب وصوت واطي واكل لوحدنا وعلى قدنا. ها افهم النقطه دي انت بالذات، الاكل على قدنا، شميغه يعني، والشاي على شاي، والهبل اللي انت بتعمله ده قد الكلام ده ولا؟ صوت الكآبة بتضلميها ليه يا ينبوع ينبوع الضلمة؟ لا يا يحيى، أختك بتنوركم مش بتضلمها. إذا كنتوا هتوافقوا تروحوا هناك يبقى كلامي يتسمع. هنمشي زي الألف والله. أها يا لهوي، ده زي الأفلام فجأة كده نلاقي روحنا طلعنا من تحت لفوق. وكما قال الشاعر، وانا ماشي بتمرجح فيها من تحت. لا 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 لفوق 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 لفوق. عمرو السعيد يجي. النبي انتوا الاثنين مجانين يا ظلمة. فيلا وفيها فسين وتنزلي بلباطي كده باك وبطه يا ظلمة. عيب يا يحيى، ما تقولش لاختك كده، اعقل بقى يا ابني. برضو مدام، بس بصراحة غريبة قوي بنت عمتي دي يا بابا. ايوه صحيح يا هشام، انت شفت كانت متخشبة ازاي؟ لا وكانت بتكلمنا من مناخيرها. من مناخيرها ايه بس يا ست صفية؟ من مناخيرها ايه بس؟ ما تنسيش ان الست بين يوم وليلة ابوها يتحقق معاه ويتوفى تاني يوم على طول. طبعا ده يخليها مش مظبوطة ومش متزنة نفسيا. على العموم اهو مشوار عملناه وخلصنا منه. لا مش خلصنا منه، لا لازم نزورها، وانت يا هشام لازم تزورها مرة تانية. وانا مالي انا يا بابا؟ وبعدين ما بحبش انزح. يعني انت مالك؟ دي بنت عمتك الوحيده ومسؤوله منك، وانت خلاص ما بقتش صغير يا ابني. ما هو المصيبه انه ما بقاش صغير. طب ده حتى العيال اللي هو بيدرس لهم في المدرسه لو كان اتجوز كانوا بقوا من دور عياله. طب شوف كده يا عم، جبت لنا الكلام. مع مطربه العاطفيه صفيه واغنيه هتتجوز امتى يا حبيبي؟ كده برضو يا هشام. الله يسامحك. باغنيتين هتتجوز امتى؟ والله يسامحك يا هشام. بص بقى، تعال نتكلم بجد شويه. والله امك عندها حق في كل اللي بتقوله. مش معنى انك انت مخلص لذكرى مراتك الله يرحمها انك تقفل باب الجواز ده خالص وتفضل عازم العمر كله. لا، هيجيلك وقت يا حبيبي ولازم تدور على حد تسند وتتعكس عليه. زي انا كده بتسند وبتعكس عليك يا حبيبي. تسند وتعكس عليا ايه بس يا بابا؟ ده اللي بتسند عليكم انتوا الاثنين. على يدك اهو، كل يومين اجي اتغدى واجي اتعشى. انتوا اللي شايلين ده اصلا مش انا اللي شايلكم. انت ما عندكش دم ولا بتمر.
صح يا تيتا؟ تيتا فيها بسين ولا ما فيهاش؟ يلا انزلي. انزلوا. هتاخد زيها يا لا 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 خليك انت حلوه صغيره كده. تيتا ما عندهم كلاب حراسه دوجز؟ انت انا بحب الكلام انت مالك. ما تمدي يا دكتوره. يلا يا ولاد على مهلك على مهلك. انت كتيره والله يا دكتوره. كويس يا مهلك. مش عايز ياخدها مني يا تيتا. اخد بالك انا في عيده التالته. ده مسافرين صح؟ مسافرين. لا يا عم رضا احنا رايحين نقعد عند ناس قريبنا يعني وكده. نستعود عند ناس قريبكم شويه كده اختم معاكم كل الشنط دي. يا عم رضا هم كلهم يومين ثلاثه وراجعين تاني مش حكايه يعني. يا حنينه يا طيبه انت اصلك مش عارفه القصيده. اليومين بيبقوا اسبوعين والاسبوعين بيبقوا شهرين والشهرين بيبقوا سنتين واللي بيسافر ما بيرجعش. اللي بيسافر قلبه بيجمد. واخدة بالك؟ خلاص مع السلامة. ما دام مسافرين سافر اتفضلوا. وانت بالتحديد سافر وزيط واشتغل واملى كرشك والبس هدوم حلوة مع السلامة. متشكرين قوي. ألف سلامة. سافروا بس عاوز أقول لكم حاجة عشان خاطري اقطعوا الجوابات. أنا مش عاوز جوابات. غوروا! افتوا! يا عيني موضوع ولاده اللي هاجروا دول أثر فيها طبعا يا بنتي الوحدة صعبة. يلا يا جماعة بدل ما يطلعني إرهابي مش عايزين نتأخر على الفيلا الحقيقة أبقى من مستمعي. خبط الأول على طنطك بدرية. ازيك يا كريم ماما موجودة؟ اه موجودة. انتوا رايحين فين؟ المصيف. رايحين نقعد عند طنط شمس. ايه ده ايه ده؟ ده يا بدرية انتوا معزلين ولا ايه؟ لا يا بدريه هما يومين ثلاثه هنقعدهم عند شمس اللي انا بشتغل معاه وراجعين على طول. ايه ده يا مريم احنا مش هنروح المدرسه مع بعض تاني؟ شفتي يا ايه؟ ايه الدراما دي؟ بتقول لك يومين وراجعين. طيب تروحوا وترجعوا بالسلامه واحنا هناخد بالنا من الشقه. متشكرين يا استاذ ربيع بس والنبي مش هوصيكم خلوا بالكم من عم رضا ومن مواعيد الحقن بتاعته. من عينيا الاثنين يا حاجه انا هديله الحقنه بنفسي. كتر خيره. تروحوا تيجي بالسلامة. الله يسلمك يا بدرية. مع السلامة. خلي بالك من الشقة. باي يا سلمى. باي يا كريم. باي يا حلوة. يلا كريم. سامة كريم. مع السلامة. باي يا يحيى. سامة أبو. مع السلامة. سامة كريم بتوحشني. سامة حبيبي يا جميل أنت بحبك والله. كريم ده سكرة بتاع المنطقة ده عسل. وما تقطعش التليفونات بقى ها؟ اوعى تقطعها عشان بس انا ما ازعلش منك انا بحبك يا كريم يا جميل جميل قوي كريم. يلا يا عم يلا دكتوره. يا عم انت شايلني تقيله. تقيله انت اللي تقيله. استنى يا حاج عشان ما حدش يستغربني. خلاص كله مشي كله راح. يلا نصيحتي اوعوا ابعتوا جوابات وغوروا روحوا في 60 داهيه ولا حاول بحثي انا حاطي نفسي في حال. مع السلامه. مع السلامه يا ابو قصه. ميرسي. شكرا. باختصار شديد يا شمس هانم اسهم شركتنا خسرت مبالغ كبيره في البورصه وده طبعا خلال اليومين اللي صدر فيهم قرار المنع من السفر والبروباجندا اللي حصلت دي وللاسف النائب العام اصدر قرار بالتحفظ على ممتلكاتك وتجميد ارصدتك في البنوك. الكلام اللي بتقوله حضرتك ده حقيقي؟ للاسف ايوه. طب يعني 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 انا هعمل ايه؟ هعيش ازاي؟ انا هدفع ازاي مرتبات الناس اللي هنا اللي بتشتغل في البيت المحل عندي الولاد الملجا انا هعمل ايه هعيش ازاي هعمل ايه هعمل ايه يا استاذ احسان انا عندي مسؤوليات كتير. في الحاله دي هيسمحوا لك انك تعيشي على حد الكفاف. كفاف يعني ايه يعني ايه يعني يعني ايه كفاف؟ يعني هيسمح لك انك تعيشي وتتصرفي في فلوسك في الحدود اللي تسمح لك انك تعيشي بشكل طبيعي لكن مش من حقك انك تتصرفي في اي حاجه من ممتلكاتك او من فلوسك.
فاهمة. هو تجميد الأرصدة ده معناه إن إحنا خسرنا القضية؟ لا أبداً، لا لا لا، من ناحية القضية أنا عايزك تطمئني وما تقلقيش خالص، لأن البراءة مضمونة إن شاء الله. حتى اللي شحروا بالمرحوم أنا هطلبهم بتعويضات مالية كبيرة قوي. أنا مش عايزة تعويض حد، أنا عايزة براءة أبويا، عايزة اسمه يفضل نتيف، عايزة براءة أبويا. يا هانم اهدي شوية، أنا قلتلك ما تقلقيش، إن شاء الله كل حاجة هتبقى زي ما كانت وأحسن، بس حضرتك اهدي 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 من فضلك.